يسعد صباحكم من جديد. وصلنا لفقرة الزراعة، واليوم معانا المهندسة أمل القيمري. صباح الورد. صباح الخير. كيف حالك؟ تمام الله يخليك. البونزاي. بونزاي. يا عيني عليكي. عجبتني كثير على فكرة، وبحبها هاي النبتة، بس فيها كثير أشكال متنوعة. صح. يعني البونزاي، صح. يعني بتشوفيها بتعرف إنها بونزاي بس من الجذع تبعها أكثر شيء بيميزها. بس أشكالها مختلفة ليه؟ صباح الخير لكم المشاهدين. انا جبت البونزاي برضه لانه كثير في شويه خلط فيها، وفي ناس كثيره بتسال عنها. فالبونزاي هو مش اسم النبته، البونزاي هو مبدا او طريقه تربيه. بونزاي، البون اللي هي احنا بنقول لو سايدد تري، او الصينيه اللي حفتها قليله، التري او القصيره يعني القوار اللي حفته صغيره، زي القوار اللي معنا. فهاي البون، وزاي اللي هي الزراعه او البلانتينج. فبونزاي زراعه في قوار حفته صغيره. شو منشاها؟ منشاها الاصلي صيني، بعدين راحت على اليابان، واليابان حدثوا فيها يعني باشكال مختلفه. الفكره من الموضوع زي ما انت حكيتي، هي البونزاي مش النبته، هي البونزاي نوع تربيه. فممكن يكون في بونزاي فيكس زي اللي معنا، ممكن مجنونه، ممكن بونزاي ايسر، في كتير انواع ممكن نعملها بونزاي. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بصير فيها خلط، انه مثلا نيجي انا وياكي بدنا نوصف البونزاي، فبقول لك مثلا هاي النبتة القزمية. وهذا الاعتقاد الخاطئ الثاني، لانه البونزاي مش نبتة مقزمة. الا البونزاي هي شجرة او شجيرة انا بزرعها، بضل اقصقص فيها لاخذ الحجم الصغير اللي انت بتشوفيه. ليه لما بتكبر مش حلو يعني؟ لما بتطول ما بتكون حلوة؟ هلا اذا بدنا نطولها عادي بتصفي نبتة عادية بالحديقة. بس البونزاي هي نبتة مش مقزمة. عشان أخذ نبتة مقزمة بدي ألعب بجيناتها أو تكون أصلاً هي هيك، هي نبتة عادية لو تركتها بتكبر. بس إحنا من أصلها. بس أنا اخترت أو هم اختاروا بهذا المبدأ إنه يضلوا يزغروا فيها بالجذر وبالمجموع الخضري حتى تضل بحجم معين. عشان هيك أنت لما تشوفي البونزاي بتشوفي الساق الرئيسي تبعها بيكون كتير كبير لأنها كبيرة، لكن مجموعها كبيرة الخضري بضل صغير. بالضبط. هلا في نقطة كتير مهمة، إنه كل البونزاي اللي إحنا هلا بنشوفه بالسوق مش أصلي. البونزاي الأصلية اللي ببلادها هلا أو حتى يعني برا كتير غالية. صعب تنباع. مع إنها أصلاً غالية عندنا هون. هي أصلاً غالية، يعني هي هلا بونزاي بس مش الأصلي. هاي يعني هلا بنحكي 10 و20 و50 سنة، هاي مش بونزاي أصلية. يعني قديش يعني تقريباً سعرها الأصلية نقول؟ عم نحكي عن ملايين، عم نحكي عن جواز سفر لكل شتلة بونزاي كبيرة. معقول أصلية. معقول لهالدرجة؟ لا البونزاي إشي، لأنه شوفي رندا اللي الأصل البونزاي إذا بتقرأي عنه، انه مثلا انا بزرع شتله في بيتي حاببتها، اوكي ما راح احكي بونزاي، راح احكي الشتله. خلينا نقول مجنونه مثلا، بصير انا اقصقص فيها. هو ارت، هو فن، مش نبته انا بزرعها مشان اخذ منها خضار واخذ منها ازهار وهي القصص العاديه اللي احنا طبعا مش راح يعني نصغرها، هذا إشي طبعا رائع. لكن البونزاي فن باني انا هاي الشتله انا بقصها بايدي. أنا بعتني فيها. ليجي ابني بيكون في عنده بعقله مخطط معين لمستقبله، بصير هو يقصقص بطريقة هو شايفها حلوة. هي هالقد معمرة؟ هي كتير هي أصلاً معمرة. البونزاي الأصلية كتير معمرة. شو اللي بصير مثلاً؟ أنا بدي أطلع هذا الفرع، بختار مثلاً هذا الفرع، بحطه عليه سلك، بمشوه على هذا السلك، بقصه الباقي مثلا. هلا اذا انا بدي يعني يا ريت تفرجينا كيف الطريقه. احنا طبعا هاي البونزاي معنا من اللي مش اصلي اكيد. هاي البونزاي عليها كتير نموات. هلا انا بالبونزاي عاده في عندي الساق، بهمني كتير ابين هذا الساق، عشان هيك بدي اشيل الافرع اللي مغطيه الساق الرئيسيه الحلوه. طب هو سهل اي حدا يقدر يعمل شكل من النبته؟ هلا لا، يعني عاده احنا بدنا مش انه سهل، للمبتدئين بده يبلش شوي شوي. وضروري اللي بده يحط عنده بونزاي ومفكر يمشي بهذا المبدا، يعني بده يكون رايق وفضيلها، لانه البونزاي ما بتحب تعطش. عرفتي؟ زي ما انت شايفه هلا بينت، ما بعرف اذا بنحاول نبين معنا الساق الرئيسيه بتبين. بدي اياها هاي تبين، ببلش يعني مبين انها مش على تربه يعني، هي بكل صح؟ الاشياء الصغيره هي لا ترابه، بس هاي تراب، بس هذا منظر بس الحجر، بس المنظر اللي حاطينه. اوكي هلا مثلا انا لهون شوفي
سوري معلش رح يوقع على الأرض. هون شوفي كيف الأسلاك هاي مربوطة، عم نقرب عليها، هاي سلك مربوط مربوط لأنه هون صاير عندي تطعيم مطعمين الشتلة زي ما أنت شايفة ملفوفة. أنا لسه كنت حسألك على موضوع التطعيم بالزبط. يعني سهل إنك تطعمي النبتة وتغيري بشكل جديد. هاي اللي بتجينا بطعموها، بحطوا في يعني زي ما تقولي بيعملوا فتحة صغيرة وبحطوا عقلة فيها. هلأ البونزاي اللي معي هلأ هي فيكس معروفة لنا كلنا، نبتة الفيكس. باجي أنا هلأ مش ضروري رندا، أنا هلأ يجي حدا تاني يقصها ما رح يقصها نفس الشيء. يعني ممكن أنا أقصها بطريقة مختلفة تماماً. ايش انا بدي من هاي النبته؟ ايش اللي بدي؟ هلا انا مثلا لو انا بدي اكثر راح ابين هذا كله. بدي اياها مثلا تروح لهون، ممكن احط عليها اي اي مثلا سلك بس يكون شوي فليكسبل عشان بس تريحيها وتخلي تبين. فبتصفي هاي بعدين بتعطيني العرق الرئيسي من هاي بهذا الاتجاه. أوكي. عرفتي؟ هلا باخذ مثلا من هون بقصر، بقصر بالطريقه اللي بدي اياها. أهم شيء في البونزاي، أنا راح أحكي وأنا بقص، البونزاي أهم شيء فيها إنه ما تعطش. للأسف في ناس كتير بيعطشوها، فلما تعطش بتحسي إنه بلشت توقع أوراقها كتير. وما عم نحكي مية كتيرة. هلأ إحنا ليش منقول إنها هي بتحب يعني المي؟ يعني كل قديش مثلا؟ إحنا زارعين بتري بصينية. هلأ هاي الصينية يعني أو القوار اللي هو الدبث تبعه أو العمق قليل، على طول المي رح تروح منه، فبالتالي رح يحتاج مي باستمرار. هلأ ممكن يومي إذا أنا حاطتها مثلاً على البرندة عندي، احتمال يعني أحتاج يومي أحط بكمية قليلة. بالمحصلة بهمني إنه الترابة تبعتها تضل رطبة، ما تنشف، ما تنشف عشان ورقها ما يتأثر. بالضبط. وهم زي ما قلت لك مع الوقت بصيروا يحطوها بطريقة، يعني مثلاً أنا بدي هذا الفرع يروح هون بحط السلك، بشيل هذا الفرع من هون، أنا ما بدي هاي، أنا عرفتي. فهي يعني موضوع رسم للشجرة، يعني تعملي لوحة منها. بالضبط. مشان هيك أنا بقول لك هو فن، مش عم نحكي من منطلق إنه والله أنا نبتة، وزي دائما ما بنقول إنه بدي أربيها في البيت وبدي إياها تكبر. أوكي بدي إياها تكبر بس بالطريقة اللي هي يعني انعملت عشانها. عرفتي؟ بدها ضوء كتير ولا لا؟ هلا خلينا نقول انها بشكل عام بدها ضوء. بنرجع بنقول حسب نوع النبته. هلا في بالسوق بنلاقي نبته الايسر، هي نبته بتحبش الضوء كتير. فاذا انا اشتريت بونزاي ايسر بدي احطها بمنطقه سيمي شيد اريا او منطقه ما فيها ضوء. فايش نوع النبته؟ هلا في بتلاقي بالسوق حتى عندنا بعمان بونزاي مجنونة بارتفاع خلينا نقول 4-5 متر، كتير حلوة، كتير كتير يعني هسه مجنونة مثلا بالبرد ممكن تتأثر، فبدي أدير بالي. فبرجع بالأصل لطبيعة هاي، طبيعة نمو هاي النبتة، وبدير بالي على برجع للأصل، شوفي شو احتياجاتها وشو اللي بدها إياه. بالضبط. شو بتحتاج هاي النبتة، برجع على نفس الموضوع. حلو. بس أهم شيء إذا بدنا نحكي بشكل عام إنه ما تعطش، أضل مراقبة إلها باستمرار. هذا الفرع طلع، إذا أنا سهيت عن هذا الفرع، طبعاً نحكي سهيت لفترة طويلة، بده يكبر وبده يخشب ويصير كبير، فبيكون مثلاً مش مرغوب فيه، على طول بدي أشيله. إيش بدي أنا أرسم؟ بدي يعني من أولها بدي أبلش أتحكم بنبتتي. حلو كتير. ميسون عباس أم عبد عم تسأل إنه عندها بونزاي وورقها مثل ورق العنب، بدي أسأل كيف يتم ريها؟ الايسر على الاغلب هي الايسر او الميبل. هلا كيف بتم ريها؟ دائما ما تعطش، دائما يكون البيت موس في رطوبه. ما تحطها بشمس مباشره لانه ممكن ينشف ورقها. اذا كانت طول النهار شمس، شمس الصبح، شمس بعد الظهر دائما بتكون احن او اخف شوي على النباتات. فممكن احطها بهيك موقع. السماد، السماد كثير مهم. وفي نقطة كمان للبونزاي لازم نحكيها، انه مثلا انا عندي البونزاي هلا اشتريتها وظلت عندي سنتين بهاي البوت اللي احنا بنعرفه. بعد مثلا خلينا نقول سنتين ثلاثة بلشت تكبر، تعطيني مجموع خضري اكبر، مش غلط اجيب لها اذا حابة انا قوار البونزاي اجيب لها قوار أكبر. اكبر. هلا لما بدي اجي اغير برفعها من القوار، بقص الجذر من تحت، لانه الجذر زي ما أنا عم بقص من فوق مش غلط إني أقص الجذر مشان يضل برضه محجم وما يتعب، لأنه بصير يطلع من القوار. فإحنا بنشيلها بنقص الجذر وبنرجع بنزرعها بقوار تاني وبنقصقص النمو الخضري وبنحط ترابة جديدة، بيتموس أكيد مش تربتنا لأنه مريحة لإلها أكتر،
ويعني برضه بنتابع الاهتمام فيها. احنا بنهايه هاللقاء بدنا نشكرك، يمكن وقتنا كان قصير كثير بس يعني اعطينا فكره عن البونزاي. ان شاء الله اعطينا حقها للي حابب ومهتم بموضوع البونزاي. ان شاء الله، كل شكر لك يا امل. تسلمي، الله اهلا وسهلا فيكي معنا.